وانت تسير في شوارع بغداد والمحافظات وتتنقل بسيارتك راح تشوف حالات كثيرة بالشارع، منها آباء للأسف فرشوا الشارع وناموا، وأمهات أيضا، وأيتام يبيعون وسط السيارات ويتسولون، وأيضا جنسيات عربية دخلوا للعراق وأصبحوا متسولين وقامتهم خلصانة بلا شك. ظاهرة التسول تزداد يوم بعد يوم بالعراق مثل النار وبالهشيم. البعض يقول وراء ازدياد هذه الظاهرة أن نسبة الفقر بالبلد، ولكن يقول البعض وهو الأرجح أن وراء المتسولين عصابات استغلت الأطفال وأصبح المال يأتيهم بدون تعب أو جهد، وكل ما عليه أنه يجيب أطفال ونساء ويحسب لهم نسبة ويطلعهم للشارع وبالليل يحصد الوارد. من هو الضحية؟ أطفال بلا مدارس معذبين معنفين لا يعرفون النوم، ليل مع نهار هم يتسولون، لين طلب منهم مبلغ لازم يجيبون نفس المبلغ اللي حدده رئيسهم، ومن يرجع للبيت وإذا كان المبلغ نقص هنا تكون الكارثة.